السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. فيديو جديد عن أخبار طريق الهجرة إلى أوروبا، لكن هذا اليوم رح نحكي على طريق البحر. في كتير عالم هلا حاليا عم تفكر تطلع على البحر، لأنه في حملة تركية بكل الأماكن حتى على طريق البحر طبعا، لكن مثل على ما يبدو أنه أسهل طريق هلا حاليا للمهاجرين أنهم يطلعوا على أوروبا هو طريق البحر، لانه مثل ما بتعرفوا طريق بلغاريا ولا اليونان مغلقة بشكل كامل. يعني العالم عم تنجبر غصب عنا انها تطلع من تركيا على البحر. في عالم يعني من العنصرية الموجودة في تركيا عم بيواجهوا خطورة البحر بس فقط عشان يخلصوا من تركيا. وعشان تعرفوا العنصرية في تركيا، انا جبت مقطع صوتي للاجئة عم بيسألوها بالمقابلات بالجزر اليونانية انه شو سبب خروجك من تركيا. انا حبيت اعرض لكم هذا المقطع الصوتي عشان تعرفوا العنصرية في تركيا، اسمعوه وخلونا نتابع. في يوم من الايام ابني بينصرف من المدرسة، فقال انه هو حلمه يصير بوليس يعني شرطي في المستقبل. فالانسة بتقول له انه انت سوري ما بصير بوليس، يعني انك في تركيا ما بصير، انك ما بتقدر تصير هذا الشيء. فهون ابني بيقول لي ماما ليش احنا سوريين، ليش مو اتراك؟ ابني اليوم حس انه هو من دون هوية، حس انه هو كسوري عنده ضعف. مجرد انك سوري انك ضعيف. يعني المعلمين بالمدارس لازم يكونوا قدوة للطلاب ويشجعوهم لأحلامهم. والله حاليا خلونا نبتدي بخبرين، هدول اهم خبرين حاليا على طريق البحر. الخبر الاول نزل اليوم يعني تازة، للأسف الشديد، هو عن غرق مهاجرين الله يرحمهم. غرق قارب يحمل 85 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، وذلك بسبب عطل المحرك بعد 3 أيام من إبحار القارب باتجاه إيطاليا. القارب الذي غادر سواحل ليبيا في تاريخ 8/3/2024 تاه في البحر لمدة 3 أيام بعد تعطل المحرك، إلى حين وصول سفينة تابعة لمنظمة إنسانية، وقد تم إنقاذ من أصل 85 مهاجر 25 مهاجر فقط، وما يزال حوالي 60 مهاجر في أعداد المفقودين حسب شهادات الناجين. الله يرحمهم هدول. طبعا هاي السفينة هلا راح تشوفوا يلي انقذت هدول المهاجرين، هلا راح تشوفوا صورة لألها. وكمان هي طبعا بنفس العملية انقذت كتير من المهاجرين بغير عمليات انقاذ. الخبر الثاني هو عن وصول دفعة كبيرة من المهاجرين الى قبرص، طالعين من لبنان باتجاه قبرص. قبل ايام، طبعا هذا الخبر مو اليوم، من يومين ثلاثة، وصل 458 مهاجر إلى سواحل قبرص عبر 6 قوارب انطلقت من لبنان، وكان قارب سابع قد انطلق مع المجموعة، إلا أن خفر السواحل اللبناني استطاع إيقافه. يعني مجموعة انطلقوا سوا 7 قوارب، قارب واحد تم إيقافه وإرجاعه، والستة يعني طلعوا من لبنان ووصلوا على قبرص. طبعا انا جبت لكم الاحصائية بالتمام عشان في عالم بدها تعرف ممكن كل قارب شو موجود عليه. كان تم رصد القوارب على سواحل قبرص بتاريخ 11/3/2024. انا راح اذكر الاحصائية يلي بيهموا الامر. في القارب الاول 30 مهاجر، 18 رجل، 3 نساء، 9 اطفال. في القارب الثاني 24 مهاجر، 14 رجل، 3 نساء، 7 أطفال. في القارب الثالث 62 مهاجر، 36 رجل، 6 نساء، و20 طفل. في القارب الرابع 37 مهاجر، 14 رجل، 4 نساء، و19 طفل. في القارب الخامس 22 مهاجر، 14 رجل، امرأة واحدة، و7 أطفال. في القارب السادس، وهو القارب اللي كان عليه تعداد ضخم، هلا راح تشوفوا صورته امامكم، 283 مهاجر، 162 رجل، 27 نساء، 94 طفل. الله اكبر، 94 طفل
على قارب. طبعا يا جماعة هاي الأخبار، هدول أهم خبرين هلا حاليا نازلين على طريق البحر، الله أعلم. وبالنسبة التيك توك مليء بالعالم الموجودة في الكامبات في الجزر اليونانية، يلي بهمه يعرف أخبار الجزر اليونانية وشو عم بيصير فيها. هنيك في مقابلات وراح تقدم لجوء هنيك غصب عنك وبيطلع لك إقامة، يعني هنيك الإجراءات كمان. ما عدا ذلك الإجراءات صايرة بطيئة في عالم هنيك، عم بتطول ممكن شهر وشهرين وثلاثة، وفي منه 6 أشهر عالم عم بتطول لحتى يقدروا يطلعوا من اليونان. فالتيك توك مثل ما حكيت مليء بالعالم اللي عم تحكي عن أوضاعها في الكامبات في الجزر اليونانية. هذا كان فيديو اليوم. هلا بنهاية هذا المقطع راح تشوفوا مقاطع للمهاجرين بوسط البحر، كيف بيكون الوضع للمهاجرين اللي بيطلعوا عن طريق البحر، بالإضافة لكمان في فيديو لعملية إيقاف قارب. الخفر التركي أوقف قارب وقدر أنه يرجعوا على المياه الإقليمية التركية. عملية المطاردة وعملية الإيقاف راح تشوفوها في أحد الفيديوهات. ديروا بالكم على حالكم. هذا كان فيديو اليوم، والسلام عليكم.